انت مخلوق صاغ سليم، والست مخلوقه صاغ سليم، مش مكتوب عليها من يوم ما بلغت لحد ما تموت كل شهر يجي لها تعب، وتعب ايه؟ اسبوع دوره واسبوع قبلها بقى نفسيه. مين اللي يعيش نص حياته بالمنظر ده؟ علامه استفهام تاني. الاورام اللي فيا علامه استفهام تالت. الام المفاصل والجوينتس والروماتويد والزئبه الحمراء رابع. اول حاله سرطان شفناها امتى؟ 1770 بعد ما حطينا بقى المطحنه الكهربائيه بحوالي 30 سنه. اول سرطان شفناه نظام الطيبات قام، نظام استشفائي ووقائي، وهو هيبقى النظام الاوحد للتغذيه بعد كده. انت بتلعب مع معدتك كل اللعب، مع انك ما فكرتش انت هتاكلها ايه، فكرت تملاها وتقصها وتحط فيها بالونه وما فكرتش هتاكلها ايه. يعني الامراض المزمنه كلها، امراض كلى، امراض قلب، امراض ضغط وسكر، تصلبات الشرايين، الام المفاصل والالام، الديسك، الام عرق النسا، العصب الخامس، العصب السابع، الناس دي كلها مشكلتها الاصليه التغذويه. الناس دي كلها جالها انذارات قبل ما يحصل لهم المشاكل دي بارتجاع مريء وقولون عصبي وسوء امتصاص اللي احنا بنثبته، بقول لك بتحليل ب 15 جنيه ب 20 جنيه بالكتير. انت مناعتك رقم واحد في جسمك هي اللي هي معدتك، مناعتك الاصيله في معدتك. امراضنا 90% منها، 90% منها سببها اكلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعده بيت الداء، وما قالش بيت داء، بيت الداء صلى الله عليه وسلم. اللي اتسقع على الدمامل التهاب، على بطنه الرحم المتضخمه التهاب، على بطنه الرحم المهاجره التهاب، تكيس المبايض، تكيس المبايض التهاب، الشبكيه التهاب، الدرقيه التهاب، الكظريه التهاب، الغشاء السحائي التهاب، التهاب هنا في الالتهاب، النقرس التهاب، التهاب البطانه الاخمصيه في القدم التهاب. ده مش في رجلك بس، لا، طالما حضرتك وصلت للروماتويد بقى عندك مرض التهابي مناعي في مفاصلك، اعرف ان جسمك كله ملتهب. التهاب في جدار الامعاء موجود، التهاب في جدار المعده موجود، التهاب في جدار القولون موجود، التهاب في الغده الدرقيه. احنا الحاجه الوحيده اللي في الكتب عندنا في الكتب اللي قال عليها مش التهاب هي السرطان، ومحدش فكر ان منشأه التهابي. بالعكس، في بعض النظريات زمان زمان قالوا ان منشأ السرطان الالتهابي او التهاب مزمن. مزمن، التهاب مزمن، يبقى كلمة التهاب مزمن لازم يكون ليها شوية ايه؟ شوية مواصفات عشان اقدر اقول ده التهاب. الالتهاب لازم وجود خلايا التهابيه او خلايا مناعيه او خلايا الدم البيضاء منتجاتها من الفايبرين والكولاجين والتوكسينز، وجود ضحايا في الحرب، ودي بنسميها الصديد الباس سيلز، اللي هو لو تحت الجلد هنطلعه، لو تحت الدرس لازم اشيل الدرس وافضيه، لو التهاب ده عند حوض كلي هفضيه مع البول، لو التهاب ده موجود جوه قريب من جدار البطن هنفضيه جوه البراز، وهكذا. هي كل الامراض قاعدتها التهاب مش سبب، هو اصلا المرض نفسه التهاب. يعني انا التهبت وبعد كده اتلمت عليا الدبان، وبعد الدبان ما اتلم رصبت كالسيوم، ايه ترسبات؟ اللي ترسب في جسمك سواء امايلويد ولا يوريك ولا كوليسترول اترسب upon inflammation، على التهاب. يعني انا اترسبت في شرايين بقت اسمها ايه؟ تصلب شرايين. اترسبت في كلاوي بقى اسمها عصوات، اترسبت في مفاصل بقى اسمه روماتويد، اترسبت في رقبه بقى اسمه تصلب لوي، لا اتصلبت في دماغ بقى اسمه ام اس، وهكذا. انت عمليات التهابيه متعاقبه متواليه مترصه، وخلي بالك هي مجرد ما ظهرت ما بتسكتش. الالتهاب بيلف، يعني ايه الالتهاب بيلف؟ يعني حضرتك طول ما انت قاعد جسمك بيدور على حته يركن فيها، فبيدورلك على حته تعبانه عندك انت خلقه. يعني ايه حته خلقه؟ يعني بيدور بقى على مفصل زي ده تعبان عندك، لا مفصل هنا، لا الكتف، لا عضله، المهم بيجري عليك ويقوم خبطك.
تقعد انت بقى تنقح عليك دي تفك عندك ايه ببرشامتين كورتيزول، لا بحاجه زي السليبريكس مضادات الالتهاب، كل ده يجيب معاك نتيجه ويفكك، بس هيفكك مؤقتا، بس ما تكررش العمله تاني. يعني ما تكررش العمله تاني، لان انت كل ما تعملها جسمك هيرد عليك بالالتهاب. ها انت حامل القصه دي؟ هو ده السؤال. فالمقصود من الكلام لا، العمليه الالتهابيه انت ما تعرفش ابعادها. الالتهاب التهاب التهاب، بعد شويه سرطان، التهاب التهاب التهاب، بعد شويه جلطه، التهاب التهاب التهاب، بعد شويه ذبحه، التهاب التهاب التهاب، بعد شويه حصوه، التهاب التهاب التهاب، بعد شويه. واضح. ارتجاع المريء، ارتجاع المريء والقولون العصبي وجهين لعمله واحده، يا تشتكي من ده يا تشتكي من ده يا تشتكي من الاثنين مع بعض، لكن الاثنين وراهم مرض اكبر، مرض اكبر مخبيين وراه اسمه سوء الامتصاص. يبقى سوء الهضم وسوء الامتصاص هشوف اثرهم، اشوف اثرهم في الاستول اناليسز، اعمل تحليل براز اشوفهم بعيني، اشوف بعيني ان عندي سوء هضم وسوء امتصاص، اشوفهم في اعراض، اشوفهم في اعراض. السمنه من ضمن اعراضهم، تساقط الشعر من ضمن اعراضهم، التهاب الاعصاب الطرفيه، الشكشكه، التنميل، الرعشه، التهاب العصب السابع. يا جماعه اللي يجيله التهاب عصب سابع او التهاب عرق الناس، دي اعصاب تخينه على فكره، فالعصب التخين طالما تاثر اعرف ان اعصابك الطرفيه متاثره. احساسك بالبرد في الشتاء والدف رجليك بشراب واثنين وثلاثه موجود، موجود، ده التهاب اعصاب طرفيه. التشنجات بتيجي في ايديك ورجليك يقول لك ده بوتاسيوم، ده التهاب اعصاب طرفيه. والتهاب الاعصاب الطرفيه ده سببه سوء الامتصاص، عشان كده يقول لك عيان السكر اول ما يعرف انه عنده سكر يقول لك انا بحس بشكشكه. هو لحق السكر يعمل الشكشكه؟ لا، ده هما الاثنين بادئين مع بعض من نفس المنشا. انا عندي سوء امتصاص اثر على الكبد بشكل معين، ففي كبد دهني، مصر كلها عندها كبد دهني. الامراض دي كلها حديثه المنشا، كلها ظهرت في اخر قرن، ودايما انا بربط الاحداث دي بالثوره الصناعيه في امريكا. بداوا بقى ساعتها الكهرباء تدخل في تفاصيل حياتنا، ومن ضمنها انتاج بقى حاجات زي المشروبات الغازيه، وتاني حاجه ده الثوره الصناعيه بقى، وتاني حاجه اللي هو انتاج الدقيق. انتاج الدقيق هنطحن الحب اللي هو القمح، وبعدين هننخله، كنا بننخله بالايد فعشان نطلع بس منه الخلل الناشفه قوي ونسيب الباقي، وبعدين نبدا نخبز منه. وبعد شويه لا قال لك ده احنا هنعمل بقى بالسنترفيوج، طرد مركزي كهرباء، فبدا يطرد كل النخاله بما فيها نخاله جنين القمح. ما هو الجنين ولا القمح هي جنين، وبره اكل الجنين اللي هو النشا والجلوتين، وبره دول الغشاء الخارجي اللي هو بيقطع منه الرد اللي هو احنا بنسميه القشره. هو ناس فاهمه ان ده من ده فرق الرده اللي هي القشره الخارجيه، لا طبعا الكلام ده مش صح. ده في حاجه جوه القمح انا ما طلتهاش اللي هي الجنين اللي هي سبب النماء بعد كده. يعني انا باخد القمح دي وارميها في التربه هيطلع مكانها ايه؟ اخضر، هيطلع مكانها جذر، هيطلع مكانها ساق، هيطلع مكانها فروع اخضر. الاخضر ده جه منين؟ من جوه القمح، جوه من الجنين. عشان اشبهها لك اكتر في دماغك، القمحه جواها جنين زي البيضه جواها صفار، الصفار ده هو الجنين، البياض اللي حوالين الصفار ده عباره عن الاكل اللي هيتغذى عليه الجنين المستقبلي اللي هيبقى كتكوت. فانت الاصفر ده هو ده الجنين، يعني الاصفر ده هو اللي فيه بروتينات ودهون نادره الوجود. فانت تلاقي نفسك انت محروم من هذا الجنين مدى حياتك، انت بتاكل اكل الجنين او اكل النونو، انت اصلا ما اكلتش النونو اللي هو الجنين اللي جوه القمح، ما اكلتوش. بعد ما حط نخل الدقيق وحطه في امعائك بقى هنا في سوء امتصاص، ظهر الحديد ما بيمتصش، الكالسيوم ما بيمتصش، الفيتامينز ما بتمتصش، دب 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 دب. بدا يقول لك لا، يبقى العيش لوحده مش كفايه كغذاء، هو قبل كده كان كفايه، لا دلوقتي لازم العيش يتغمس بيه حاجه. طب الناس ما معهاش لحمه، ادور على ما يبدلها، ما يبدلها مما تنبت الارض، يبقى بقليها. بقليها هو ده الفول، الفول
والعدس ده البروتين اللي هيتحط جنب الغموس اللي فقد مصداقيته اللي جربناه سنين وما بقاش يجيب. بالعكس انا باكل دلوقتي الدقيق واعراضي وتعبي بيزيد. فخلاص حط بقى بدايل، حط بقول، بعد البقول حط بروتين شبه البيض. ايه ده؟ ده حصل نقرس؟ ايه ده؟ ده يبقى اللحمه؟ لا، يبقى افصل اللحمه الحمراء خليهم في الفراخ. دب فراخ، بانيك اتاكس، امراض نفسيه، محاولات انتحار، حط بيض، شخصيات بقت بيض كمان. دخول الدقيق لجسم حضرتك هو والبيض وممنوعاتنا بيوصل سعادتك انت ان جهاز مناعتك ما بيقفش نهائي، شغال. وفوق ده كله تايرد، ما هو انت اللي مطلوب منك كنيوترينز او كمواد غذائيه ما وصلليش. توقف ترسب الكلام ده في الدم بوقت توقيف الالتهاب، توقف الالتهاب بازاله المثيرات، والمثيرات قد تم حصرها عند سعادتكم في الممنوعات. بس يقوم بقى انت جسمك عامل زي الاجنده دي، رامي عليه ده اعباء 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 اعباء، انا بشيلها من عليه واحد ورا الثاني ورا الثالث ولا الرابع لحد ما يقوم يترد لي كده يقدر يدافع عن نفسه، يقدر يصلح من اخطائه. اما يلاقي حته متصلبه يعرف الصبح يفضيها ويعرف ينكشها بالمكنسه بتاعته. ما انت عندك مكانس بتطلع. هو انت صدفه لما قلت لك ان بيطلع في جسمك اسيتون؟ الاسيتون ده بيعمل عمليه تنظيف للخلايا زي ما بينظف المانيكير بتاع حضرتك. الاسيتون بينظف جدران الاوعيه الدمويه، وينظف كمان جدران الامعاء والقولون. الاسيتون ادي واحد. اتنين، الجليسرين اللي بيطلع من تكسير الدهون ينظف القولون ويسهل عليك الامساك اللي كل شويه امساك. صوم شويه، ادي نفسك فرصه جسم يطلع من عنده جليسرين ويطلع من عنده اسيتون. خلاص النظريه متكامله، طبق وشد حيلك. الناس كلها الحمد لله ربنا بيكرمنا فيها وبنشوف فيها في معجزاته. خلاص امشي فيها الا من عند الله، واذا مرضت فهو يشفيني. كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم واشوفكم على خير.